الكل عنده دي اتش بي سيرفر على هذا الاكتف دايركتوري. ممتاز. طيب خلينا نحكي اليوم عن موضوعنا، عن شيء اسمه الناب. شيء اسمه ايش؟ ناب. ناب اختصارا ل Network Access Protection. Network Access Protection. تمام؟ بس بتتذكر لما احنا نزلنا خدمة اللي هي دي اتش بي سيرفر، طبعا خدمة الناب واحدة من اهم اللي هي الخدمات اللي راح تواجهها في شغلك. وطبعا هذه السيرفيس مش بس مايكروسوفت، راح تلاحظ بانه في كثير من الشركات الاخرى عم بتقدم اللي هي هاي السيرفيس. ايش المقصود بخدمة اللي هي الناب او هي Network Access Protection؟ دائما وابدا انت مش اي جهاز راح تسمح له بانه يدخل عندك على النتورك. لازم اي جهاز انت بده يدخل عندك على النتورك لازم يكون خاضع لمجموعه من الشروط، مجموعه من البوليسيز اللي انت بدك تحطها، بحيث بانه هذا الجهاز ما ينقل العدوى للنتورك الداخليه الخاصه فيه. كيف يعني؟ على سبيل المثال بانه انت جهازك اجى واحد ضيف لعنا، جهازه هو عباره عن لابتوب، هذا اللابتوب كان فيه والله مليشيا سوفت وير. ممكن هذا الضيف يحط جهازه، اذا كان في عندك فل اكسس للنتورك، يعني مجرد ما حط اللي هو الكيبل تاعه او مجرد ما اخذ اللي هي الباسورد تبعت الوايرلس، صار هو ضمن ايش؟ ضمن النتورك تاعتي، وبالتالي هذا الفيروس اللي هو موجود على جهازه شو راح يصير فيه؟ راح ينتشر جوا النتورك الداخليه تبعتنا، صح ولا لا؟ فاحنا هون باستخدام تكنولوجيا تبعت الناب اللي هي نتورك اكسس بروتكشن، شو بنعمل؟ نحكي بانه انا اي جهاز بده يدخل عندي على النتورك لازم يخضع لشروط معينه، على سبيل المثال بانه يكون في عنده الفاير وول شغال. اذا ما كان عندك الفاير وول شغال ما بسمح لك بانك تشبك عندي. يكون عندك انتي فايروس. مو بس يكون عندك انتي فايروس، انه لازم الانتي فايروس شو بيكون؟ ابديتد. اذا ما كان هذا الانتي فايروس ابديتد شو راح يصير فيك؟ طلعت لبرا. الشغله الثالثه مثلا ممكن بانك تحكي له بانه لازم انت الويندوز تاعك اصلا لازم يكون لايسنس وابديتد، يعني بينزل اللي هي الابديت الخاصه فيه الى اخره، بالاضافه انك تقدر تحط لي شروط زي المالوير الى اخره. تمام؟ هاي كلياتها بتوفر لي خدمه ايش؟ النتورك اكسس بروتكشن. طبعا النتورك اكسس بروتكشن له تطبيقات، او له 5 تطبيقات حقيقه. النتورك اكسس بروتكشن له 5 تطبيقات. التطبيق اليوم اللي راح نتحدث عنه باستخدام اللي هو دي اتش سي بي. تمام؟ طبعا التطبيقات الخمسه راح تلاحظها بانه في عندك ميثودز على مستوى دي اتش سي بي تقدر تطبقه، او على مستوى الوايرلس والوايرد، الوايرلس والوايرد اللي هنا السويتشات معينه راح نشوف شنو هذول السويتشات، ولازم يكون أو ممكن بانك تطبقه على مستوى الفي بي ان سيرفيسز، وعلى مستوى ايش؟ شيء بنسميه اللي هو التيرمينال جيت واي، شيء بنسميه اللي هو التيرمينال جيت واي. اليوم ومحاضرتنا هون راح نخضع على مستوى ايش؟ على مستوى اللي هو دي اتش سي بي سيرفر. ليه؟ لان هي اكثر سيرفيس احنا بنشوفها. بالنسبه للتيرمينال او عفوا بالنسبه لل الناب على مستوى اللي هي الفي بي ان، وعلى مستوى اللي هي الاي بي سيك والتيرمينال راح ناخذهم ان شاء الله ايش؟ بالادفانس، يعني بس نيجي ناخذ واحده واحده. تمام؟ فاليوم احنا شو بدنا نساوي؟ بدنا بانه اي جهاز بده ياخذ اي بي ادرس من عندي، لانه هو اصلا احنا اي حدا يعني طبعا هي العمود الفقري اللي هي انك تاخذ اي بي ادرس، صح ولا لا؟ فانت اذا عملت ريستريكشنز على الناس اللي بده تاخذ اي بي ادرس، انت ضمنت بانه ما حدش يقدر ايش؟ يدخل على النتورك الداخليه تاعتك. بمجرد انا ما اخذت اي بي صرت انا ضمن النتورك، بقدر احكي مع السيرفرات، بقدر احكي مع كذا كذا كذا. فانت من هون بمجرد انت ما عملت ريستريكشنز على الناس اللي بدهم ياخذوا اي بي ادرس، انت هون شو بتساوي؟ عم تعمل ايزوليتد للاجهزه. طيب جميل. طب هسه انا جبت جهاز، هذا الجهاز ايش صار فيه؟ على سبيل المثال مش مفعل مثلا الفايرول، او مش ابديتد على سبيل المثال، يعني مش منزل ايش؟ الابديت. شو الحل؟ خلص اخليه برا يضله؟ حقيقه في عندي شيء اسمه الريميديشن سيرفرز او الريميديشن اريا. شو يعني ريميديشن؟ يعني إعادة تأهيل أو إعادة معالجة. فأنت شو بتيجي بتحكي؟ بتحكي بأنه بتروح بتخصص لك، طبعاً الناب مكلف، من هالسبب بحكي لكم بأنه إيش؟ الناب يعني كمصاري مكلف. ليه؟ لأنه بناءً على المعلومة اللي راح أحكي لكم إياها الآن راح تشوف أنه مكلف. الآن أي جهاز بده يشبك لعندي إذا ما كان مطابق للمواصفات اللي أنا بدي إياها، المفروض بأنه لازم شو يروح يكون؟
لازم ينعمل له ريميديشن يعني اعاده تاهيل. كيف يعني؟ تروح انت بتخصص لك اجهزه سيرفرات معينه، هاي بنسميها اللي هي ريميديشن جروب اللي هي اجهزه العلاج. على سبيل المثال بتكون مخصص سيرفر للابديت، تكون منزل عليه كل الابديت، فاذا كان الجهاز اللي بده يشبك لعندك ما كان مطابق للمواصفات، ليه؟ لانه ما في عنده ابديت، فانت تحوله لمين؟ للريميديشن سيرفر المسؤول عن الابديت، فبيصير بياخذ ابديت، فيصير ايش ماله؟ ابديتد، يصير هيلثي، فبيرجع مره ثانيه. على عندك الابديت هاي بدك تكون مخصص سيرفر، بدك تكون مخصص سيرفر ثاني مثلا على سبيل المثال للانتي فايروس، يعني مثلا يكون كاسبر وات ايفر، تعرف الكاسبر او غيره، في شيء اسمه لها شيء اسمه اللي هو الادمنستريتف تول كيت، اللي هي الكت الخاصه للادمنستريتر، انك تعمل بوش للايجنت والاجهزه ويكون سيرفر لحاله ويكون محطوط وكذا زي، ويكون عليه الابديت يعمل بوش للابديت الى اخره. ممكن يكون في سيرفر انت حاطه للمالوير انسبكشنز او وات ايفر، فانت بتروح تسوي هذه ايش الريميديشن اريا، يروح الجهاز اذا ما كان مطابق للمواصفات يروح يتعالج فيها بس يخلص يرجع لك. تمام، واضح لحد الان؟ اذا فكره اللي هي الناب النتورك اكسس بروتكشن واضحة لكم؟ Network Access Protection سيرفيس من مايكروسوفت تقدمها بحيث بأنه أي جهاز بده يشبك علي لازم يكون healthy، لازم يكون healthy وخاضع لبوليسيز أنا بحطها. على سبيل المثال لازم يكون updated للأنتي فيروس، يكون مثلا فايروول عنده شغال إلى آخره. واضحة؟ تمام؟ طيب هسه إحنا زي ما حكينا أول سيرفيس بدنا نطبق عليها، ورح نطبق إن شاء الله مع الوقت على بقية اللي هي السيرفيسز. راح ينطبق على DHCP سيرفر، راح ينطبق على ايش؟ على DHCP سيرفر. اول شيء بدنا ننزل خدمة اللي هي النتورك اكسس بروتكشن، راح تلاحظ بانه في مانج تيجي تعمل اد رولز شغال عندكم السيرفر تاع الدومين ما بيعلق الحمد لله رب العالمين. اوكي تقول نيكس رول بيز نيكس DCNX، راح تلاحظ بانه في عندك هون سيرفيس ايش اسمها؟ اسمها Network Policy and Access Services. لاحظ لما تكبس عليها على اليمين بيعطيك الديسكريبشن بيحكي لك Network Policy and Access Services provide Network Policy Server Health Registration Authority and Host Credential authorization protocol which helps safeguard health and security of network. هذه السيرفيسز اللي احنا شفناهم راح تعطيك اللي هي ايش؟ حمايه للنتورك الداخليه تاعتك. خلينا نشوف شو هذول السيرفيسز واحده واحده، بس خلينا نختار بس نيكست، ما بدنا نعمل اي فيتشر نيكست. طبعا تقرا هون المكتوب نيكست، لاحظ هون شو بيحكي لك؟ بيحكي لك بانه بالنسبه للنتورك بوليسي سيرفر راح يعمل لك creation enforce لorganization wide network access policies for client health connection request authentication and connection request authorization. كلياتها راح تصير تخضع لل NPS عندك. With NPS you can deploy network access protection a client health policy creation enforcement and remediation technologies. الجهاز الآن لما يجي بده يشبك لعندي راح يخضع للهيلث تشيك باستخدام شيء اسمه هيلث تشيك ايجنت. هذا الهيلث تشيك ايجنت بده يشيك على الهيلث الموجوده عندك ويقارنها مع البوليسز اللي انا بحطها الان. اذا طابق مسموح لك الاكسس، ما طابق معك مش مسموح لك ايش؟ الاكسس. طبعا في عندي شيء سيرفيسز اخرى زي اللي هي الهيلث ريجستريشن. احنا حقيقه الهيلث ريجستريشن بيطلع لك شيء اسمه اللي هو سيرتيفيكتس، بنحتاج في شيء اسمه اللي هو سيرتيفيكتس. يعني كيف مثلا انت لما تيجي مثلا يعني لما يجي واحد مثلا بده يسافر او بده يشتغل في مطاعم او كذا، مش بده يروح على ياخذ اللي هي شهاده صحيه؟ طبعا هون نفس الشيء كمان اللي هي الكمبيوترز اللي انت بدك تشتغل عندك، مش بس تشيك عليها برضه كمان بديك تصدر لها شهاده صحيه هيلث. احنا طبعا ما راح نستخدمها الان لان احنا ما بنعرفش شو يعني سيرتيفيكت، ما بنعرفش شو يعني اشيز، بس ناخذ اللي هي الاشيز والسيرتيفيكت راح نرجع ونحكي عنها. عندك بروتوكول مهم جدا اسمه الاتش كاب او اللي هو الهوست كريدنشال اوثرايزيشن بروتوكول. حقيقه مو بس يعني المايكروسوفت اللي بتستعمل هذا التكنيك،
يعني مش بس مايكروسوفت عم تعمل لك الناب، راح تلاحظ بانه اذا كان في عندك، لاحظ طبعا شو المكتوب، بيقول لك باستخدام هذا الاتش كاب allows you to integrate، يعني هو هذا البروتوكول فقط لعمليه اللي هي الانتجريشن بين مين ومين، your microsoft network access protection الناب تاعك تاع مايكروسوفت with سيسكو نتورك اكسس كنترول، لانه برضه كمان سيسكو عندهم سوليوشن. فافرض انه كان في عندك انت سيسكو وانت بدك تنزل مايكروسوفت، طب كيف بدي اسوي بيناتهم انتجريشن؟ باستخدام هذا البروتوكول بتنزل هاي السيرفيس وبتصير تكنفج اللي هي ايش بيناتهم البروتوكول، هي بمجرد انت ما نزلتها خلاص، يعني اصلا بروتوكول يعني راح يشتغل لوحده. يعني احنا ما في عندنا سيسكو، ما في عندنا هيلث ريجستريشن، عندي فقط بدي استخدم اللي هي الناب بروتكشن نيكست، ونحكي له بانه ريستارت if you need restart. تكبس انستال ببلش عملية اللي هي الانستاليشن للنتورك اكسس بروتكشن يراني، تمام؟ اذا شو الناب يراني؟ نتورك اكسس بروتكشن. شو بنستعمل اللي هي نتورك اكسس بروتكشن؟ الاجهزة اللي بدها تشبك عندي على النتورك لازم تكون هيلثي، تخضع للشروط اللي انا احطها. يعني اذا ما كنت عندك، انا حاط شرط بان يكون في عندك انتي فايروس، اذا عندك انتي فايروس اشيك عليه، تمام اموره، بعطيك اي بي ادرس تصير تتصل عندي بالنتورك. ما كان في عندك اي بي اوكي، هسه هون احنا عندنا بدنا نطبق اللي هي الناب على مين؟ على الدي اكس بي. هسه بنشوف كيف، عشان حكينا بانه نقدر نطبق الناب على اكثر من شغله، على الفي بي ان، وعلى الناب، على الدي اتش بي، على الوايرد والوايرلس سويتشز، على الاي بي سيك، تمام، على الدي اتش بي. فاحنا هون راح نستعمل اول خطوه بالنسبه لنا، طبعا هي اهم شيء بانه لازم اي جهاز يشبك عندك على النتورك ياخذ اي بي، صح ولا لا؟ فبالتالي انا بمجرد ما انا اجيت وعملت له ريستريكشن على مستوى اللي هي الاي بي ادرس، من وين راح اعملها؟ من الدي اتش بي. تذكروا اول ما اعطيتكم الدي اس بي قلت لكم اطلعوا راح تلاقوا انه في بس نعمل ريزرفيشن للاي بي، قلتوا اطلعوا اعطاه فل اكسس، تذكروا قلت لكم هي اطلعوا فل اكسس. فل اكسس شو معناها؟ بامكانك تحكي مع كل الناس. واتذكر بانه حكيت لكم محاضره محاضرات راح نتعلم كيف نعمل ريستريكشن عليها، تذكر هذا الشيء. فاحنا الان بدنا نعمل ريستريكشن. جهاز كان انه مش مطابق للمواصفات، واخص جدو صح تستاتيك اي بي صار له اكسس على الصفحه بتاعت النتورك. هسا ايش يعني استاتيك اي بي؟ هسا اذا هو ماسك كيبل وحطه فمعناته انت يعني ما بتقدر تضبطها، لانه هسا صار هو استاتيك مش عن طريق اللي يوديها تي بي سي. بس احنا عاده شو بنساوي؟ ما في حدا انه بس والله بتفوت وتحط الكيبل اللي انت بدك اياه خلص تكتمل اللي هي الامور، لا. المفروض بانه يعني مثلا احنا في 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 النتورك عندنا، حتى لو جبت كيبل وحطيته في شيء اسمه اللي البورت ريستريكشنز اشياء زي هيك، بانه بتلاقي حتى اللي هي فتحه السويتش ما بتفتح الا على ماك ادرس معين، شفت انت كيف؟ فحتى على مستوى السويتش في ريستريكشنز، تمام. هسه هيك بيكون خلص عندك، تعمل له كلوز، تمام. الان بس عمل كلوز، لما نيجي على التولز ونيجي على راح تلاحظ انه ظهرت عندك هون شيء اسمه نتورك بوليسي سيرفر ان بي اس، نتورك بوليسي سيرفر ان بي اس، تمام. تيجي تفتح النتورك بوليسي سيرفر، نفتح النتورك بوليسي سيرفر. شو سويت انا؟ على فكره ما فتحتهاش. وين النتورك بوليسي سيرفر؟ طيب تمام، لاحظ بانه بمجرد ما فتحت الام بي اس النتورك بوليسي سيرفرز راح تلاحظ بانه في عنا مجموعه من الخيارات على اليسار، راح نختار منهم الاشياء اللي احنا بدنا اياها الان. راح تلاحظ بانه
الان بي اس سيرفر، هذا السيرفر موجود عندنا، في عندنا شيء اسمه اللي هو الراديوس، احنا ما بدنا شيء الان الراديوس. راح تلاحظ انه في عندك هون بوليسز، بوليسز لما تيجي تفتحها راح تلاحظ انه في عندك هون شيء اسمه بوليسي باي ديفولت موجوده اللي هي يوز ويندوز اوثنتيكيشن فور يوزرز. راح تلاحظ انه في عندك نتورك بوليسز، في عندك شيء انيبلد، انيبلد هو عامل ديناي، لاحظ عامل ديناي اكسس لاي شيء يعني، وهي enabled health policy. راح تلاحظ بانه ما في عندك ولا اي health policy. لاحظ بانه في عندك هون شيء اسمه network access protection، نعم network access protection. جوا network access protection في عندك two tabs، في عندك اللي هي system health validator، system health validator. جوا system health validator لما تيجي تفتحها راح تلاقي في عندك هون settings. جوا settings راح تلاقي بانه في عندك هون by default معمول لك ايش configuration by default. لاحظ by default على اليسار راح تلاقي بانه في عندك Windows 8, Windows 7, Windows Vista، وفي عندك Windows XP، يعني كل واحد منهم مفصل. فمثلا احنا طبعا ما طلش عندنا Windows XP فبنشتغل على Windows 8. فهو بيحكي لك هون Windows 8 اي جهاز عندك operating system تاعه Windows 8 او 7 او Vista، ايش بدك المواصفات اللي تطبق عليه، ايش البوليسيز اللي انت بدك اياها. لاحظ بانه بيحكي لك بدك الفاير وول شغال، بدك الانتي فايروس شغال، بدك اللي هي السباي وير شغال. احنا بنحكي له ايش بدنا، فاير وول وبدنا الانتي فايروس، ما بدي انتي سباي وير بلا منها. شو هو سباي وير؟ يعني سباي يعني ادوات التجسس، ما التجسس القصه صاي. تمام، بدك الاوتوماتيك ابديت، بدك تخليها او ما تخليها زي ما احنا شايفين. حتى على مستوى اللي هي الابديت بيعمل لك ريستريكشن كمان، حتى على مستوى بانه شو نوع الابديت اللي انت بدك اياه. مثلا على الاقل بانه يكون مثلا كريتيكال اونلي، يعني انا همشي عند الكريتيكال، الاشياء الثانيه ما تشيك لها، يعني مو مهمه بالنسبه لي. ممكن بانك تحكي له لو اند اباف، يعني كل نوع من انواع اللي هي الابديت في لها كلاسيفايد، يعني بانه مثلا هاي والله كريتيكال، هاي امبورتنت، هاي مثلا والله ميديوم زيك. فانت بتقول له حسب الريستريكشنز اللي انت بدك اياها. مو بس هيك، بدك تشيك انه قديش صار له اخر مره عمل ابديت. يعني مثلا هون بتحكي له بانه 22 ساعه، يعني اذا قبل 22 ساعه كان عامل ابديت ما تدخله، لازم اقل من 22 ساعه. وحتى على مستوى ايش التايم تقدر انت تعمل له ريستريكشنز. طبعا احنا عشان اللاب تاعنا ممكن بدنا نيجي نحكي له انا بدي يكون فاير وول انيبلد ويكون ايش انتي فايروس ابديت. بتيجي تحكي له اوكي خلص انا هيك بكتفي. طبعا انت بامكانك بانك تعمل رايت كليك. شو صار؟ بامكانك انك تعمل رايت كليك وتعمل واحده جديده، تعمل نيو وتحط فيها ايش الريستريكشنز اللي انت بدك اياها، تسميها الاسم اللي انت بدك اياه، تدخل تعمل عليها ابديت. طبعا الايرور كود اللي هي الايرورز اللي بدها تطلع لك. لاحظ هون في عندك اللي هي الريميديشن سيرفر جروبس، اللي هي السيرفرات اللي انت بتكون مخصصها للابديت والكذا. فانت مجرد ما تكبس رايت كليك تحكي له نيو، فانت بتيجي بتسميها مثلا هاي الجروب، مثلا بتحكي لها ريميد، يعني انها ايش معناها؟ انها بتساعد في الحل. طبعا تيجي بتحكي له اد وبتضيف اللي هي السيرفرات اللي انت ايش بدك اياها تحل المشاكل، يعني زي اللي دبليو اس اس تبع الابديت او اللي هي الانتي فايروس الى اخره. احنا ما في عنا فخلص ما بدناش نحط في الريميديشن سيرفر شيء. تمام، عرفنا هذول الاشياء. اوكي، من هون احنا بنسوي ايش الفاليديشن، الهيلث فاليديشن بوليسيز. طيب، طب انا الان بدي انفذه، يعني انا حطيت البوليسي كيف بدي اطبقها. راح تلاحظ بانه لما تيجي تكبس على اسم السيرفر فوق ان بي اس لوكال، راح تلاحظ بانه بيقول لك في عندك مجموعه من السيناريوز تقدر تستخدم فيها الان بي اس. لاحظ انه في عندك ثلاث سيناريو، واحده منها اسمها الراديوس على مستوى الفي بي ان، والراديوس على مستوى الوايرلس والواير. احنا هذول لسه ما اخذناهم، مش ما بنعرف شو هن، بنعرف ايش الناب النتورك اكسس بروتكشن. ولاحظ لما تقرا اقرا الديسكربشن بالكامل على اساس انك تفهم المعلومه. لاحظ انه في عندك هون كونفيجر ناب، لما تيجي تكبس كونفيجر ناب لاحظ ايش بيحكي لك. بيحكي لك بانه الناب عندك مكون او يطبق على مجموعه من الميثودز،
لاحظ بانه هون لما تكبس هيك تطلع شو اللي حكيت عنهم انا قبل شوي، هن هذول ايش؟ الستة. يعني انت تقدر تطبق الناب على هذول الستة، تعمل انفورسمنت لأي حدا بده يشبك عندك عن طريق هذول الخمسة أو الستة تكنولوجيز. احنا اليوم بدنا نطبقها على مستوى مين؟ DHCP Dynamic Host Protocol، ورايحين نطبقها على VPN وعلى Gateway وإن شاء الله كمان على IPsec. نيجي بنقول له احنا اليوم بدنا اياك نستعمل اللي هي ايش؟ DHCP Services. لاحظ راح سمى لي اياها هون، قال لي راح اسوي لك Policies هون، راح يعمل لي Policies. البوليسز راح تكون باسم ناب دي اتش سي بي سيرفيس، تمام؟ نحكي له اوكي، تمام هيك الامور. طبعا تكبس على اديشنال ريكويرمنتس عشان تقرا الانفورميشن بالكامل، اوكي؟ تحكي له نيكست. لاحظ الاجهزه بالنسبه له الميثودز اللي قبل شوي، السيرفر اللي نازل عليها شو بيسميه؟ ريديوس، بيسميه ايش؟ ريديوس كلاينت، يعني دي اتش سي بي بالنسبه له ريديوس كلاينت، الفي بي ان بالنسبه له ريديوس كلاينت. الجيتوي بالنسبة له Radius Client. فهو شو بيحكي لك؟ بيقول لك مين ال Radius Clients اللي أنا بدي أصير أطبق عليه؟ يعني أنت الآن بدك يعني NBA NBA ناب، تمام؟ يعني بدي أطبق بوليسيز. طب أطبق بوليسيز قلت له على DHCP Server، هذا DHCP Server بالنسبة لي إيش هو؟ Radius Client. مين هو؟ عشان أروح أحكي معه، تمام؟ هلا إذا كان الناب مفصول عن ال DHCP، تمام؟ بتروح بتقول له add، بتحط ايش؟ الـ IP address تاعه، بتجيب له ايش؟ الـ IP address تاعه. إذا كان الناب و DHCP على نفس السيرفر ما في داعي انك تحطه لأنه موجودات. طبعا لاحظ هو بيقول لك بأنه عشان اللي هن يحكوا بينهم من بعض، إذا كنت أنت مكنفق الناب بعيد عن الـ DHCP، فأنت في عندك بإمكانك بأنك تستعمل مجموعة من الميثودولوجيز، ممكن بأنك تقول له نان ميثودولوجي، أو بأنك تيجي تحط إشي اسمه اللي هو الـ Pre-Shared Key، يعني كي بيناتهم. فمثلا تيجي تحكي له أنا بدي أحط لك Shared Manual، مثلا تقول له 1-2-3، تمام؟ 1-2-3. فأنت شو بتروح بتساوي؟ بتروح على السيرفر تاع الـ DHCP وتنزل خدمة الناب، بس ما بتكنفقها، تحط له بس هذا الكي، تمام؟ فبيصير بيحكوا مع بعضهم. طبعا عادة باللارج انفايرمنت ما بيستخدموا اللي هو الشيء البري شير كي زينا زيك، في عندك هون شيء اسمه اللي هو جنريت، جنريت بن هو تلقائيا بيطلع لك كي. لاحظ يا عبد الله لو اجيت كبست انا هون على جنريت اوتوماتيك، لاحظ الكي اللي اعطاني اياه هذا بتحفظه؟ طبعا لا مش بتحفظه، هو هذا الكي يعني بتروح تنسخه عندك وتروح بتحطه ايش؟ في الجهاز الثاني. طبعا احنا الناب سيرفر هو نفسه الراديوس، هو نفسه الدي اتش سي بي سيرفر، تمام؟ فهمنا انه ايش يعني لما يقول لك راديوس كلاينتس، هو بالنسبه له دي اتش سي بي الجيت واي هذه راديوس كلاينت، تمام؟ فاحنا بنحكي له اوكي ما في مشكل، بنيجي بنحكي له نيكست. لاحظ بيقول لك انت بدك تطبق هاي الخدمه، لأن احنا حكينا بانه ممكن يكون في عندك اكثر من سكوب، صح؟ يقول لك بدك تطبقها على كل السيرفر ولا على سكوب محدد بذاته، ممكن اكون عامل انا اكثر ايش؟ من فيلان اكثر من سكوب، فبقول له بانه لا انا بدي هذا السكوب مثلا محدد بدي اطبق عليه، او اذا تركته على الديفولت بدون شيء معناته انه ايش؟ على كل دي اتش سي بي سيرفر. تيجي تحكي له نيكس، احكي له طيب انت بدك تحدد على جهاز معين هذا التطبيق، على أجهزة معينة، على جروبس معينين، ولا بدك أي حدا يجي تطبق عليه هذه البوليسيز؟ طبعا احنا أكيد أنا بدي على أي حدا بيجي عندي أطبق عليه إيش؟ اللي هي البوليسيز. نجي نحكي له نيكس. لاحظ الآن شو بيحكي لك؟ طيب الناس اللي مش مطابقة للمواصفات والمقاييس، وين الجروب اللي أنت بدك توديها؟ فأنت زي اللي قبل شوي احنا لما جينا لهون حكينا بأنه تكون حاطة لي سيرفرات الجروب للريميديشن، وطبعا بامكانك انك تعمل هون نيو ريميديشن سيرفر، او تيجي من هون تقول له نيو جروب وتحطها، هي نفس هذا الوزرد، نفس الوزرد اللي احنا فتحناه من هون anyway. تمام. هسه بيحكي لك في حاله اذا بدك الناس تعرف شو المشاكل، ممكن انك تحط لهم يو ار ال، يعني انت تروح تعمل اتش تي ام ال بيج عندك انه يا ناس انت عندكم المشاكل كذا، اذا كان بدك حل روح لكذا، اذا بدك حل روح لموقع كذا. ممكن انك تحطها هون كوب بيج، يعني شيء ظريف هيك. تيجي تحكي له نيكست.
لاحظ انا ايش بحكي لك. بحكي لك طيب مين الفاليديتور اللي انت بدك اياه انا نطبق عليه، يعني ايش البوليسز اللي انت بدك اياه انا نطبق عليه. هاي اللي احنا هون بنيناها، هون جينا رحنا قلنا له بانه يكونوا فاير وول انتي فايروس، انت بتيجي بتحكي له بانه اتس اوكي هون اعمل لي اياهم على ويندوز فاليديتور. لاحظ هو بيحكي لك طيب هون في عنا شيء اسمه انيبل اوتو ريميديشن اوف كلاينت كمبيوتر. شو نقصد فيها لما عملنا لاتك؟ نقصد فيها بانه الاجهزه اللي تعالجت تقدر ترجع مره ثانيه تشيك ولا لا؟ اذا عملت لها تك يس ما في مشكله، انت تعالجت ارجع مره ثانيه علي شيك اوتوماتيكلي، تمام؟ تروح تشيك تروح تشيك زي هيك. اخر شيء شو بيحكي لك؟ طب الناس اللي اللي جبل كلاينتس، الناس اللي ما طابقت هي المواصفات مع الناب، شو اسوي لك فيهم؟ طبعا اكيد الديفولت بانه ديناي هو الكنترول، اعمل لهم ايش؟ ديناي. بس لكن خلي في عندك اللي هي ريستريكتد نتورك اونلي، انك تكون عامل زي ايش؟ زي ريستريكشنز، بحيث بانه ممكن بانه يوصل للريميديشن سيرفرز وهيك. اول اللافل نتورك كمبيوترز، معناته احنا هذا شغلنا فاضي، مش عارف ايش حاطينه يعني. anyway تيجي سكيلو next. هيك بتكون انت شو عملت finish، انت هيك بتكون شيكت عندك وجهزت عندك اللي هي ايش البوليسز، وشيكت عندك اللي هي السيرفر. لاحظ الان بمجرد ما دخلت على البوليسز، مش احنا حكينا بواحدة من الخطوات بانه بده يبني لك بوليسز، هاي البوليسز اللي موجودة عندك هون انا عملت لهم سكيب قبل شوي، وهي هسه بدي ارجع عشان نشرحهم لانه ما كانش مبين فيهم الا واحدة واحدة صح؟ طيب بعد ما نصلي، طيب خلينا نصلي. ليش يا ساتر يا رب؟ طيب شباب هسه بعد ما خلصنا راح تلاحظ بانه بالبوليسز عندك تم انشاء مجموعه من البوليسز، بلا خلينا نمشي عليهم واحده واحده. اول شيء الناب بالدي اتش سي بي سيرفر راح يعمل لك اوردر لانها وحط لك اياها نمبر 1، تمام؟ ولاحظ بانه في شيء اسمه اللي هو الكونديشن والسيتنج ساعتها. طيب لاحظ بانه هون كونكشن ريكويست بوليسز، ها احنا شو سوينا؟ رحنا على الناب فاليديتر، حطينا الريستريكشنز اللي احنا بدنا اياه البوليسز، بعدين رحنا على الام بي اس هون كونفجناه على الناب، عملنا كونفجر، حددنا انه بدي اياه على دي اتش سي بي. بعد ما حددته على دي اتش سي بي وانت بتشتغل اوتوماتيكلي بيبني لك اللي هي البوليسز هون. بس البوليسز هون اشي على مستوى اللي هي الكونكشن ريكويست، في شيء على مستوى اللي هي النتورك بوليسز، في شيء على مستوى اللي هي الهيلث. لو جيت على الكونكشن ريكويست، المقصود بالكونكشن ريكويست يعني مين المسموح له انه يعمل انيشياليزيشن لريكويست، انيشياليزيشن لريكويست، انه بس يبعث ريكويست انه اقدر اعمل معك حديث او لا. راح تلاحظ بانه بالناب هون لما تكبس عليه دبل كليك مفعله على مستوى مين؟ دي اتش سي بي. طبعا لاحظ انه هي نفس الاشياء اللي احنا اخذناها المره الماضيه او بالويزرد قبل شوي. الكونديشن لاحظ بانه بامكانك بانك تعمل انت ريستريكشنز، يعني مش الريكويست، لما حدا بده يبعث لي ريكويست او يعمل معي نيجوشيشن ممكن انه احدد له مش بس ممكن احدد فقط في تايم معين، يعني اي جهاز بده يجيني فقط من الساعه مثلا 8 للساعه 9 فقط تعمل معي نيجوشيشن، غيرها مش مسموح لك مثلا. فلاحظ انه هون الدي اند تايم احنا عاملينه كل الايام، لما تكبس عليه دبل كليك راح تلاحظ انه كل الايام. ممكن انت شو بتيجي بتحكي بانه فقط انا بايام الدوام الرسمي انت بتيجي بتعمل معي نيجوشيشن، غيرها ما بتاخذ لا دي اتش سي بي ولا تاخذ شيء، ما اصلا ممنوع الريكوست الك، الريكوست بانه نيجوشيشن بس ممنوع. طب هل اقدر احط ريستريكشنز اخرى؟ يس، لما تيجي تعمل اد راح تلاحظ بانه في عندك اكثر من نوع، ممكن انت تحط يوزر معينين اللي مسموح لهم بانهم ايش؟ يعملوا نيجوشيشن مع الناب، ممكن انت تحدد فقط الاي بي فيرجن 4 هن المسموح لهم بالنيجوشيشن، ممكن انت تيجي شو بتحكي مثلا فقط البوينت تو بوينت، لما ناخذ الفي بي ان انه بس البوينت تو بوينت هن المسموح لهم. طبعا بتلاحظ بان في عندك حسب اللي هي ايش الانواع حسب كذا والكلاينتس الى اخره، تعمل اد بتحط اللي هي الناس اللي انت بدك اياها، ممكن تحدد اشخاص يعني اجهزه معينه، يعني مثلا تيجي تحكي مثلا بس اجهزه دل هي اللي بتعمل معايا الريكوست هيك. هسه السيتنجز تاعتك لاحظ بانه بالسيتنجز هون ممكن تتحدد نوع الاثنتيكيشن بين الاجهزه، بتتذكر الاثنتيكيشن هذول؟ تذكرهم؟
مش حكينا تحفظهم كلهم؟ طبعا بامكانك انك تعمل الاثنتيكيشن ميثودز ريكويست سيرفرز اكونتس. الاكونتس المقصود فيها حتى الاكونت اللي هون اللي شايفين على اليسار هي هاي نفسها، بانه تعمل زي كيف بدي اقول لك زي اللوجينج، زي هي لوجينج بانه مين اللي دخل مين اللي طلع شو عمل شو كذا، هاي لوجينج زين زي اتريبيوتس اتريبيوتس ستاندردز فيندر. هون الفيندر سبيسيفيك بانك تحدد مثلا ناس معينين زي ديل او وات ايفر او اتش بي، بين هذول فقط الاجهزه اللي ممكن تشبك معي. هذا فقط بالنسبه لمين؟ للريكوست، يعني مين اللي مسموح له بانه يعمل ريكوست بس. طيب بالنسبه للنتورك، يعني انت اخذت خلاص عملت نيجوشيشن اخذت ريكوست، لا طيب ماشي، الان جوا النتورك شو ممكن اعمل؟ راح تلاحظ بانه بنا عندك قديش ثلاث بوليسز جداد، صح؟ ثلاثه بوليسز جداد غير عن الموجودات عندك هون. ولاحظ بانه هن السورس تبعهم دي اف سي بي والجراند اكسس جراندد، ولكن لاحظ في عندك شيء اسمه كومبيلينت نون كومبيلينت، في عندك هون شيء نون كابابل. ايش المقصود فيهم؟ الناس اللي بيشبكوا عندك على الناب اللي بدهم يقضوا على الناب يا اما يكون كابابل او يكون نون كابابل. ايش يعني نون كابابل؟ اللي هم الويندوز اكس بي سيرفيس باك 2 وداون، يعني زي 98 2000 ويندوز سيرفر 2000 ويندوز سيرفر 2003، هذول شو بيكونوا؟ مش مزودات بايجنت، يعني نون كابابل، تمام؟ يعني جوات السيرفر ما فيه ايجنت اللي بيقدر يحكي مع الناب، فعشان تستعمله لازم تروح انت تنزل مانيوال له ايجنت. هذول بنسميهم نون كابابل، يعني مش انهم متوافقين يعني. الكابابل اللي يكون باي ديفولت ويندوز سيرفيس اكس بي ويندوز سيرفيس 3 اند اب 7 فيست مش عارف شو، هذول كابابل يعني من باي ديفولت بيجوا مزودات بايجنت، تمام؟ جواتن ايجنت بيقدر يحكي مع الناب. طب هو شو بيحكي لك؟ بيحكي لك عندك الناس الكابابل يا ما يكون كومبلينت او نون كومبلينت، يعني موافق للشروط او مش مطابق للشروط. طب اذا كان مطابق للشروط لما تكبس عليه دبل كليك لاحظ شو بيقول لك البوليسي، شو بيحكي لك هون؟ جراند بيرميشن، اعطيه بيرميشنز. طبعا في عندك كونديشن نفس اللي هي الكونديشنز، طبعا هون الهيلث بوليسي هي هاي نفس اللي هون شايفين على اليسار هيلث بوليسي، بيقول لك شو الهيلث بوليسي اللي انا بدي اطبقها؟ اللي هي الموجوده عندك ناب دي اتش سي بي كومبيلينت. طبعا راح نشوف انه هاي الهيلث بوليسي هي نفسها اللي بتكون موجوده وين؟ يعني من وين هذه بتجيب الهيلث بوليسي؟ بتجيبها من السيتنجز اللي انت بنيتها الفاليديتر. طبعا كونسنتريت اذا انت بدك تعمل ريستريكشنز بحيث انه تحدد مثلا ميثودولوجي معينه او مثلا الايدل تايم، هسه مرات بانه يكون مثلا واحد شابك عليك بس هو ايدل في وضعيه الايدل يعني مش عم يشتغل، قديش الايدل وانت بدك تعمل له ديسكونكشن، السيشن تايم اوت يعني قد ممكن بانه يشابك عندي. طبعا هاي نستخدمها بالجيت واي اكثر من الدي اتش سي بي، انه هذا شبك عندي مثلا مده ربع ساعه خلص بفصله بعد الربع ساعه، فهمت كيف؟ طبعا كولد ستيشن اذا انت كان في عندك اي دي، ديت اند تايم ممكن بانك انت تعمل بس ديت اند تايم، يعني انت مسموح لك فقط باوقات معينه تشبك عندي على النتورك، وانه مثلا فقط باوقات الدوام مسموح لك فقط تشبك على النتورك الى اخره. طبعا الناس بورت الى اخره، زي بانك انت تحدد شو انواع اللي هي النتوركس او الديفايسز اللي انت بدك تشبك عندك. سيتنجز لاحظ طبعا هون الستاندردز اللي هي تبعت اللي هي البروتوكولات اللي موجوده، هي عاده احنا بنستعملها بالفي بي ان، ممكن تبي يكون في عندك بروتوكول بدك تحدده بانك تستعمله بشغلك بالناب او تسمح له او ما تسمح له. من هنا فيندر سبيسيفيك اللي هي زي ما حكينا اذا بدك اتش بي دل الى اخره. ناب انفورسمنت، لاحظ الناب انفورسمنت شو بيحكي لك؟ الاو فول نتورك اكسس، ليه؟ لانه هذول مطابقين للمواصفات، فبالتالي شو لازم يكونوا؟ لهم فول اكسس. اذا ما كان مطابق للمواصفات ممكن انت بتقول له ايش؟ ليميتد، لاحظ الاو فول اكسس ولكن ايش؟ ليميتد تايم. يعني اذا كان مطابق ممكن اقول له انت مسموح لك فول اكسس ولكن حدد له مثلا ساعه معينه، ما بخليه طول الوقت وهو بيشتغل، او بتحكي له الاو اكسس او ليميتد اكسس، بانك شو بتحكي له؟ انت ريستريكتد، مش مسموح لك بانك يعني تشتغل اي شيء باستثناء بانك تروح على الريميديشن سيرفرز. اكستند ستيت اي بي ادرس فلتر، ممكن انك تفلتر اي بيات معينه تسمح لها بانها تدخل او تعمل ريكوست او ما تسمح لها، ممكن بانك تخلي تقول مثلا هذا الرينج بديش اياه يخضع للناب برضه من هون.
انكريبشن واي بي سيتنجز زي ما حكينا بتحكي له اوكي. طبعا بالنسبه للسيتنجز البقيه النان كومبيلينت او الكومبيلينت هنا نفس الشيء باستثناء بينهم يختلفوا في الناب انفورسمنت. لاحظ انه allow limited access لانه هو مش خاضع للمواصفات اللي احنا حكيناها. هذول برضو كمان اللي مش خاضعين لما تيجي على الناب انفورسمنت برضو limited وبيحكي لك auto remediation enabled. طبعا الهيلث بوليسز اللي احنا حكينا عنها قبل شوي هي الهيلث بوليسز اللي حددناها هي بناء على الكلاينت باسس اول اس اتش في اللي هي سكيورتي هيلث فاليديتور. اذا انه باس اللي هي الهيلث فاليديتور معناته بتحط لي اياه هون، ما مش باس ما بتحطه هون. تمام. طيب احنا هيك بنكون كنفقنا ايش الجانب الخاص في ايش في الام بي اس فينا. طب شو بالنسبه للكلاينت؟ مثلا لو كان في عندي انا ويندوز 7 هون، شغال عندكم ويندوز 7؟ عملنا له turn on. لاحظ الان الطرف الخاص بالويندوز بالام بي اس خلصناه، الان بدنا نشوف الطرف الخاص في مين؟ في الكلاينت. طب على الكلاينت شو لازم نشتغل؟ نشتغل التالي. طبعا تأكدوا بانهم على نفس السويتش. اوكي تمام. طيب هسه خطوتين رئيسيتين بدنا نعملهم وين؟ بالويندوز 7 او ويندوز 8 او وات ايفر. طلع علي شو راح اعمل انا الان قبل ما اكنفك. راح تلاحظ بانه في عندي هون لما باجي لاحظ هون اخذ من الاي بي ادرس، اخذ ايش؟ اي بي ادرس، صح ولا لا؟ من مين؟ من دي اتش سي بي سيرفر، صح ولا لا؟ لو جيت هون على النتورك فتحت لي لوكال اريا كونكشن وجيت حكيت ديتيلز راح تلاحظ بانه ايش؟ اخذ اي بي ادرس نفس اللي هي الاشياء اللي احنا اعطيناها. طب ليش اخذ اي بي ادرس ما انه عامل ريستريكشنز؟ لانه لسه الكلاينت ما كان فكته. الكلاينت في عندك خطوتين لازم تعملهم على اساس بانه يخضع للناب. شو هن؟ اول شغله بتيجي هون عندك على ستارت تيجي تكتب سيرفيسز. تمام سيرفيسز، وبتدخل على السيرفيسز الخاصه في الويندوز، صح؟ تدخل على السيرفيسز. لاحظ انه الويندوز 7 8 اي شيء 7 اكس بي سيرفيس باك 3 اند اب هذول ايش بيكونوا؟ باي ديفولت فيهم شيء اسمه ايجنت، بيكون فيهم ايش؟ ناب ايجنت. لما تيجي هون على النتورك لما تيجي تعمل تدور على النتورك راح تلاحظ بانه في عندك هون زي ما احنا شايفين، شايفين؟ نتورك اكسس بروتكشن ايجنت ناب ايجنت، صح؟ اقرا على اليسار شو بيحكي لك؟ بيحكي لك هذا السيرفس راح يلم المعلومات الموجوده عندك ويبعثها لمين؟ للسيرفر، عشان السيرفر ايش ماله؟ يشيك عليك. لقيتوها؟ اكبس ان. تمام؟ لاحظ انه هو ايش ماله؟ ستوبت ومانيوال. تكبس عليه رايت كليك تحكي له بروبريتيز بتحوله من مانيوال لايش؟ لاوتوماتيك. ابلاي تيجي تحكي له ايش؟ ستارت للسيرفس. يس تحكي له اوكي. لاحظ الان السيرفس تبعت الناب شو صارت؟ اوتوماتيك ستارتد. تمام؟ هاي الخطوة الأولى. شو الخطوة الثانية؟ لا الخطوة الثانية بتيجي هون على الكونسول ام ام سي. احمد شغال معانا؟ ليش؟
شاطين في ناس لكن على قدرات شاطين موجود. عندي مرة ثانية. ما عندك شيء؟ ما فاجأت أكثر. عندي نفس الشيء. شاطين كل شيء؟ زمان. تدخل على نانسي كونسول. تيجي على فايل اد ريموف سناب ان. راح تلاحظ بالاد ريموف سناب ان راح تنزل لهون. راح تلاقي في عندك اشي اسمه ناب كلاينت كونفيجريشن. شايفينه؟ ناب كلاينت كونفيجريشن. متشكر قوي 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 قوي. تجي تقول له اد. بيعلق معك؟ ماشي معك الامور يا انس. على لوكال كمبيوتر تجي تحكي له اوكي. تجي تقول له اوكي. لاحظ الان لما تفتحها راح تلاقي بانه في عندك مجموعه من على اليسار في الليسته في عندك مجموعه من الانفورميشن. راح تلاقي في عندك انفورسمنت كلاينتس اول وحده. طلع شو في موجود عندك دي اتس بي اول وحده. طبعا في عندك مجموعه من اللي هي الكلاينتس ايجنتس. راح تلاقي في عندك دي اتس بي كوارنتاين انفورسمنت ديسيبل. تكبس عليه رايت كليك. شو بتقول له؟ انيبل امام سي كونسول فايل اد ريموف سناب ان. بعدين في عندك ناب كلاينت اد. تكبس على اليسار في عندك اول وحده في عندك اول وحده. يس شايف هو بحكي لك بالدسكربشن بروفايد دي اتش سي بي سيرفر بيست انفورسمنت فور ناب. طيب انا الان هيك شو بكون عملت؟ كنفجت الجهاز الكلاينت عندي بحيث بانه يخضع لمين؟ للناب انفورسمنت. طبعا الان شو اللي راح يصير؟ لو جيت حكيت سي ام دي بدي اتخلص من الاي بي ادرس الموجود عندي بحكي له اي بي كونفج على ريليز. طبعا الان لو جيت قلت له رينيو يعطيني اي بي ادرس ولا لا؟ ما بيعطيني. ليش بيعطيني؟ انا شو قايل له؟ قايل له انتي فايروس. انا هل عندي انتي فايروس ولا ما عنديش انتي فايروس؟ معي انتي فايروس. راح اعطاني اي بي ادرس. ليش اعطاني اي بي ادرس؟ غلط هيك. اي رينيو. غلط هسه هيك اعطانا اي بي ادرس غلط. اوكي اوبتن اي بي ادرس ديتيلز دي اتش تي بي سيرفر اعطانا. طب خلينا نشوف والله دي اتش تي بي سيرفر هون. في خطوه احنا نسينا نسويها. في خطوه احنا نسينا نسويها يا شباب. الله يسامحكم. احنا كنفقنا الام بي اس صح وكنفقنا الكلاينت بس ما كنفقنا الدي اتش سي بي. مش الدي اتش سي بي الان هو بده يصير يحكي مع الام بي اس. احنا ما كنفقنا الدي اتش سي بي. لاحظ الان كلياتنا نرجع للدي اتش سي بي سيرفر. تيجي هون على التولز وبتدخل على دي اتش سي بي. لاحظ الان الدي اتش سي بي سيرفر عندك معطي اي بي لمين؟ للكلاينتس تاعنا الموجود هناك صح ولا لا؟ هياتوا الادرس ليزز. لاحظ بانه هو معطينا ايش؟ اي بي ادرس لمين؟ معطيني اي بي ادرس لجهازي الموجود هناك. عاملين له ريزرفيشن صح؟ خلينا نشيل الريزرفيشن. ديليت يس. لاحظ هو معطيني ايش؟ اي بي ادرس. خلينا نعمل مره ثانيه هون على 7 ريليز رينيو عشان ياخذ اللي هي التشينجز.
اوكي اعطانا اي بي ادرس نفسه اعطانا اياه اي اف 5. لاحظ الان اعطاك ايش مال الاي بي ادرس، اعطاك فول كنترول. لاحظ شو بيقول لك ناب نتورك اكسس بروتكشن فول اكسس. ليه؟ لانه احنا اصلا لساتنا مش مشغلين الناب على هذا السيرفر. تيجي هون على الاي بي فيرجن 4 لما تكبس رايت كليك بتيجي على البروبرتيز الخاصه فيها، راح تلاحظ انه في عندك هون خيار اسمه ايش؟ نتورك اكسس بروتكشن. لازم تيجي هون شو بتقوله؟ انيبل ان اول سكوب. يجي يقول لك بدك تفعل الناب عليه، تحكي له يس فعل الناب عليه. لازم اذا ما عملنا هذه الحركه ما بيقدر يعمل انتجريشن. ما طبعا دائما انا بسال هذا السؤال بالانترفيو، عندك الناب كيف بدك تفعله على دي اس بي سيرفر؟ تقول لي بدخل على الاوبشنز تبعت الاي بي فيرجن 4، في عندنا النتورك اكس بروتكشن، نعمل انيبل على الاول سكوبس. تمام، هذا ايش الاوبشن. هون بيقول لك طب اذا كان السيرفر دي اتش بي ما عم بيجاوب على الام بي اس، ما كان ريتشابل، شو بدك تساوي؟ يا اما انك تعطيه فول او تعطيه ريستريكتد او دروب كلاينت باكيت. هاي بترجع طبعا ايش؟ لا لك اذا بدك اياه يعني حسب. احنا نخليه بانه فول. الان بس عملت لها انيبل بتيجي بتحكي له اوكي. الان هيك انت صارت عندك ايش؟ الثلاث اركان جاهزه، الام بي اس او الناب سيرفر مع دي اتش بي عملت له انيبل، والويندوز كلاينت كنفكته. الان اطلع خلينا نشوف بس نيجي نعمل الويندوز كلاينت. الان لو جيت عملت له ريليز وجيت عملت له الان رينيو، لاحظ شو اللي راح يصير عندي الان؟ لاحظ طلع شلون شو حكى لك؟ طلع لي بابا حكى لي نتورك اكسس بروتكشن ميت بي ليميتد. لما تكبسها لاحظ شو بيقول لك؟ الناب نتورك اكسس بروتكشن، شايفينها البوب اب اللي هون بيقول لك ذيس كمبيوتر داز نوت ميت سكيورتي ستاندرد ديفايند باي يور نتورك ادمنستريتور. انت ما طبقت المواصفات اللي انا طلبتها منك، ولذلك انت ما راح تكون ايش مالك شغال معي. لاحظ هو بيحكي لك بانه في فاليديتور، انت ايش مالك انسكسسفول. هذا اللي هو الويندوز سكيورتي هيلث ايجنت، الايجنت الموجود جوا اللي فعلناه احنا، هو راح شيك لك بانه انت مش مطابق للمواصفات والمقاييس. didn't. لاحظ شو بيقول لك الريميديشن ريزلت. انت معي هون؟ البوب اب اللي هون، طب طلع علي الريميديشن ريزلت شو بيحكي لك؟ ويندوز ديد نوت ديتكت انتي فايروس. فعلا هذا اللي احنا حكينا انه ما في عندك انتي فايروس، فبيقول لك اذا كان في عندك انتي فايروس انا راح اساعدك. اول شيء لازم تروح تعمل انستول هاي الكومبوننت، بعدين باجي بعمل لك ايش؟ ديتكت عليها. ولاحظ اشي طبعا خلاص كلوز، فهمنا شو المسج اللي بدي اياه انه ما في عندك انتي فايروس. لا الفاير وول خلص، ما انت مفعل الفاير وول. لاحظ هون شو بيقول لك؟ طلع شو اعطاك اي بي ادرس؟ 10.11.1.30 صح؟ بس تطلع شو اعطاك؟ ايش؟ اعطاك قديش؟ 4255. طيب احنا ال 255 نعرفها بانها الجزء الخاص بالنتورك صح؟ يعني لو كان اول ثلاثة اجزاء يكون هذا جزء خاص بالنتورك صح؟ بس هو لاحظ شو اعطاك اياه؟ 4255. ايش هذا بيعني لك؟ انه زي كانه عازل لك اياه لحاله بنتورك لحاله. هذه فكرة ايش؟ الريستريكشن. لانه هو ايش ماله؟ زي كانه اعطاك بانه انت في نتورك معينة، تقدر تبنك، تقدر تشتغل، ولا بتقدر تسوي شيء. طب هسه كيف الحل؟ شو الحل؟ ما في الحل قدامك الا انك تنزل ايش؟ انتي فايروس. بس هذا كلاينت جاني، يعني انا بس ما له مانيوال كونفيجريشن هيك اللي بده يشتغل مثلا عندي على التوال. لا هسه بنتعلم. سؤال جميل وظريف، هل بدي اقعد الف عليهم واحد واحد؟ لا هسه بنتعلم شو بدنا نساوي. طيب نفترض بانه انا نزلت انتي فايروس او ما نزلتش انتي فايروس، بدي اخفف الريستريكشنز عن اليوزرز، بدي بس اللي هي الفاير وول يكون شغال، شو بساوي؟ برجع مره ثانيه هون على الفاليديتر على السيتنجز، دبل كليك، بحكي له خلاص بس خلي الفاير وول شغال. اوكي؟ اوكي؟ باجي بقول له ايش؟ عشان يحس بالتشينجز، رايت كليك بقول له ستوب ام بي اس. يعني نعمل تشغيل للسيرفس، هذا التشغيل.
هاي ستارت ام بي اس بس عشان بدنا عشان نحس بالتشينجز عملنا له ريستارت. هاي ستارت اوكي. طيب الان اطلع انت عندك ويندوز 7 لو اجيت على الويندوز فاير وول مفعل احنا عنا لي الفاير وول. لو اجيت الان وقلت له ريليس حكيت له مرة تانية رينيو لاحظ شو راح يصير الان اعطاني ايش شو اعطاني دخلني اي بي ادرس ولا لا صح ولا لا معناته انا هيك طبقت للمواصفات لانه بس طالب اني فاير وول شغال وانا فاير وول عندي شغلته فخلص الامور تمام. لاحظ شو بيحكي لك هون Network access must be limited. This computer does not meet security standards. مش عارف شو هذا قبل شوي لما كان مش مطابق للمواصفات. يعني لو جيت قلت له الآن try again المفروض بأنه إيش يعطيك successful. طيب سؤال جميل لصدام سألنا إياه. طب هو أنا بدي ألف على كل الأجهزة علشان أقعد أعدل بالأجنت وشغل الأجنت. طبعا لاحظ بأنه بعد ما عملنا تعديل للايجنت بانه خففنا اعطاني بانه صار سكسيسفول يعني ابديتد 100% صار بانه ايش تمام تمام. طب حقيقه لا يا صدام احنا نيجي على سيرفر مانجر احنا تعلمنا بانه من خلال الجروب بوليسي انت بامكانك بانك تعمل اي شيء فطلعوا بس علي عشان تشوفوا كيف بدكم تشتغلوا بالجروب بوليسي. بتيجي هون على جروب بوليسي مانجمنت بس تيجي على جروب بوليسي مانجمنت في عندك شغلتين بدك تعملهم انت على الكلاينت بدك تشغل السيرفيس وبدك تعمل اللي هي من الامام سي كونسول تشغل اللي هي الايجنت صح. فانت ممكن على الديفولت بوليسي تكبس رايت كليك وتعمل لها ايديت. هسا هي على مستوى اللي هي اليوزر على مستوى الكمبيوتر راح تصير بوليسيز. في عندك ويندوز سيتنجز بالويندوز سيتنجز راح تلاحظ في عندك شيء اسمه سكيورتي سيتنجز. بسكيورتي سيتنجز راح تلاحظ بانه في عندك هون شيء اسمه سيستم سيرفيسز. شايفينها سيستم سيرفيسز. بالسيستم سيرفيسز كل السيرفيسز الموجوده عند الكلاينتس موجوده عندك هون. فانت بتيجي بتدور على الماب راح تلاقي بانه في عندك هيات نتورك اكسس بروتكشن تلاقيها مش مفعله تكبس عليها رايت كليك تقول له بروبرتيز تاعتها تقول له ديفاين اوتوماتيك كيلو ابلاي اوكي هيك بشو بتصير بتشغلها تمام. طيب هاي خلصنا منها تمام اللي هي تشغيلة السيرفيس اوكي. طب شغلة اللي هي الام ام سي كونسول راح تلاحظ بانه في عندك هون اشي اسمه نتورك اكسس بروتكشن. شايفينه هون برضه على نفس اللي هي اللاين نتورك اكسس بروتكشن لما تفتحها راح تلاقي فيها جواتها الناب كلاينت كونفيجريشن. لما تدخل جوات الناب كلاينت كونفيجريشن راح تلاقي اللي هي الانفورسمنت كلاينتس اللي هي نفس الشيء اللي احنا بيناه هناك. راح تلاقي في عندك دي اتش تي بي كلاينتس تكبس دبل كليك عليها شو بتحكي له انيبل اوكي تيجي بتقول له ايش جي بي ابديت تطبق هذا البوليسي وين عند اليوزرز. واليوزرز شو بيصير فيهم بدون ما تدخل على كل واحد وتعدلها من هون انت ايش لا هذا ما هو اذا جاك واحد اثنين عادي بتسويها مانيوال يعني بس اذا كانوا جوا الدومين. سؤال جميل. طيب لاحمد بيقول لك طب اللي جوا الدومين يعني مثلا واحد عنده جهازه ديسكتوب طب انا ليش اعمل عليه انفورس صح؟ ما هو جوا الدومين ليش اعمل عليه انفورس؟ بيقول لك اوكي افرض بانه نزل فيروس امبارح وكان في عندي واحد من اليوزرز ماخذ اجازه صار له 4 ايام جهاز مش عامل ابديت قديش صار له 4 ايام هذا الفيروس نازل امبارح اكثر من معناته هو بمجرد ما يشتغل اذا نحط الفيروس معناته ضرب النسخ عنده. فاحنا شو بنحكي له؟ لا حتى الاجهزه الديسكتوب الموجوده لازم برضه تطابق لي المواصفات تمام؟ واضحة هذه القصة؟ مفهومة قصة الناب؟ شفتوا قديش اللي هي الناب جميل وحلو؟ بس واضحة الناب؟
الناء بواضحة؟ ها؟ شفنا قديش أهمية لي الناب؟ لذلك كثير المؤسسات والشركات وهذا تهتم كثير بأنها تبني الناب، خصوصا المؤسسات المالية والمصرفية. يعني الناب عندهم زي ما شفنا، مش بس مايكروسوفت عندها ناب، سيسكو برضو عندها ناب، جونيبر عندها ناب، كلياتهم تقدر تعمل لي انتجريشن بينها. تمام؟ ما بيقدر، لا خلاص هو ما زي ما انت شفت 255 ماخذ كله ولا بيقدر يسوي شيء. يعني هو بعالم اخر. طيب استغل الوقت المتبقي بانه تبنوا ويندوز 7. اللي ما عنده ويندوز سيرفر يبني ويندوز سيرفر دومين كنترولرز. اللي عنده مشكله خلينا اشوف له اياها. الناب ما زبط عندك؟ ان شاء الله.